بغسل هنا بقالي 14 سنة، ما حدش عمره في حياته قال لي قد جنيه ولا قد، وكل الملتزمات كانت موجودة. ففوجئنا ان حضرتك الحاجات غليت، ورغم ان هي غليت مش عارفين نروح فين. يعني حضرتك الفلتر التأمين بيحسب لي 140 والفلتر بيجي ب 150 غير المكن، لغايه ما بيقولوا لنا يا جماعه وفروا لنا الفلاتر واحنا نغسل لكم مجانا. كلنا مستريحين هنا اهوت، يعني كلنا قريبين من جنب بيتنا هنا اهوت، بنيجي بالعافيه. استحاله طبعا ان احنا لو مشينا من هنا اهوت هتتعبنا في المواصلات، هنتعب في اي حاجه. فاحنا اللي نطلبينه منه ان هو توفير بس اللي هي من وزاره الصحه، توفير الفلاتر وتوفير المستلزمات الطبية. الدولة توفر مستلزمات الغسيل. الأستاذ عماد وزير الصحة أحمد عماد الدين بيتكلم في التلفزيون بيقول لك جايبين 6 ملايين فلتر ليهم هم تبعهم مش تبعنا احنا، و10 ملايين كرتونة ملح. طب احنا فين؟ ليه طيب ما بيبصناش احنا كمان؟ عدد المرضى هنا أكثر من 120 مريض. تصور أنت بقى حضرتك الدولة بتحكم على 120 مريض بالإعدام، ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الاعدام بينفذ فورا، انما الاعدام واخد بال حضرتك بينفذ ببطء. في اوقات بتيجي عليهم ما بيلاقوش الملتزمات اللي هي المفروض تبقى موجوده، بيبقوا محتارين مش عارفين يعملوا ايه، فده بيتعبنا احنا وبيأثر علينا احنا كنفسيا وكجسديا. فاحنا طالبين من الدوله ان هي تراعينا وتشوفنا. المشكلة إن أنا عندي عدد المرضى حوالي 120 مريض. ال 120 مريض دولت كل مريض بيغسل 3 مرات في الأسبوع، يعني بياخد في الشهر حوالي 12 جلسة. أنا عندي بدأت الفلاتر العدد بتاعها يقل والمستلزمات تقل، أجي أتصل بالشركات يقولوا ما عندناش، وبعض الشركات الأسعار بتاعها عليت. الفلتر بعد ما كنت بجيبه ب 70 جنيه و 80 جنيه وصل الفلتر 150 جنيه. فبدأت إن أنا أبلغ المرضى إن أنا عندي العدد هيبدأ يقل، العدد يبدأ يقل، ليبقى لازم ننبه إن إحنا على شهر 1/12 إن مش هيبقى فيه غسيل، لأن عدد الفلاتر هتخلص على 1/12، يعني المخزون اللي عندي هيخلص. والقصة مش فلاتر بس، الفلاتر والمستلزمات اللي هي حاجة اسمها خطوط شريانية وريدية وإبر فيستولا ومحاليل، محلول الملح، محلول جلوكوز، الحاجات دي كلها للأسف مش متوفرة. بناشد السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزير الصحة يبصوا لنا بعين الرحمة، يبصوا لنا بعين الرحمة. احنا مرضى، مرضى ومحتاجين، هنترمي في الشوارع بعد السن ده كله وخدمة في البلد أكتر من 40 سنة خدمة في المصالح الحكومية، هنترمي في الشارع عشان خاطر فلتر وخاطر محلول؟ حرام حرام، ده ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا أبداً. ارحموا قوم عزيز انزل، ارحموا قوم عزيز انزل.